طيب استأذنكم انا، وان احتجتوا حاجة ابقى قول يا محروس. ايزاك وانا والله انا مش بهزر. يوه وانا يعني اللي بهزر؟ روحي نتقابلوا في البيت نتكلموا براحتنا. لا مش هينفع، انا عايزك دلوق هنا. ما ينفعش الناس تشوفنا يقولوا ايه؟ ناس مين؟ انت بمزاجك ولا ايه؟ مرة تقولي الناس مش هماك، ومرة تقولي لازم ناخد بالنا. هو في ايه؟ ايه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ شايطة كده ليه؟ انا حامل. طب مبروك، يتربى في عزك. انا مش بهزر. بقول لك ايه، انا مش عايز وجع دماغ. روح البيت بدل امي تدور عليكي وما تلاقيكيش. شوف انا بقول لي وهو بيقول لي، بقول لك انا حامل. طب وانا اعمل لك ايه؟ هو ايه اللي تعمل ليه؟ وانت مش واخد بالك ولا ايه؟ واخد بالي من ايه؟ واخد بالك ان اللي في بطني ده هيبقى ولدك. بقول لك ايه، انا مش فايق للهبل ده على الصبح. هبل ايه؟ انا بقول لك اللي حصل وانت لازم تقول لي هنعمل ايه. بقول لك ايه يا بنت المجانين انت، انا مش ناقص، ابعد عني. مش ناقص. طب خلي بالك ان انا ولا يهمني، هقول حتى لو فيها موتي. انا ما خلفش واد ولد حرام. نزليه. ايه؟ هنزله؟ لا انسى. ان كنت فاكر انك تاكل الوكله وترمي اللي فايض منك في الترعه تبقى غلطان. انا لا اب ولا ام ولا أخ، يعني وحدانية. وإن كنت فاكر إني أخاف على شكلي وسمعتي في البلد أقول لك طز، مش مهم. المهم عندي إنك تبقى مفضوح زي. ولا أعرفك، وروح ارمي بلاكي على حد تاني. بقيك ديه؟ يا أهل البلد، يا أهل البلد. بنت المجانين، أنت مجنونة. مجنونة، وإنت لسه ما شفتش الجنان اللي على أصلي. تفضحي نفسك عادي كده؟ كده كده الفضايح جايه جايه، تبقى فضيحتي وفضيحتك. وهون عليكي. ما اقول لك ايه؟ شغل التعابين ده انا ما احبهوش. هي كلمه واحده، هتعمل ايه يا حسن؟ نفكره. لا يا حبيبي، الحاجات دي مش عايزه تفكير، وحلها واحد ما فيش غيره. اللي هو؟ نتجوز. طبعا. ما انا كنت عامل حسابي على كده. خلاص. طالما انك كنت عامل حسابك على كده يبقى نتجوز دلوقتي النهارده حالا. يا بنت الحاجات دي ما تجيش كده، الحاجات دي عايزه ترتيب. وانت لما كان بيجي لك مزاجك انت بترتب ولا بتحضر؟ جرايه جرايه يا ابو المرجله. واه واه واه، فين مفيده الهاديه الجميله المطيعه؟ هاديه وجميله ومطيعه ده لما كنت بتخاف علي وحس منك انك قلقان مش عايز تسيبني. من دلوقت اللي أنا شايفاه قدامي خسة وندالة بعيد عنك. لا أنا بس اتفاجأت يا مفيدة. ليه؟ وانت كنت فاكر اللي بنعمله ده آخرته ايه؟ آخرته اسكندرية إن شاء الله. دمك خفيف قوي. بقول لك النهاردة الليلة يا حسن، انت فاهم؟ عايزه يا بت؟ ما ردتش علي الصبح. الصبح دلوق. وبعدين معاكي. لا بقول لك ايه، وحياة النبي انزل اقول لابوك. انزلي. يعني مش همك. انزل استنيني انا جايلك على طول. ليه ان شاء الله؟ ما تقولي اللي انت عايزه هنا. يا بت انا كلمت محروس واتفقت معاه نروح سوا للمأذون عشان اكتب عليكي ويبقى هو شاهد. صح يا حسن؟ حياة النبي صح. طيب لما نشوف اخرتها معاك. صح يا حسن؟ انت جايبني هنا عشان نقرا الفاتحه؟
تجريها بس مش دلوك. مش هنجرى الفتح يا حسن؟ تعالي الأول. في انت جايبني هنا ليه؟ مش عايز اسمع حسك. مالك زي ما تكون عامل عملة. انت عايزة تفضحيني أنا بنت الكلب؟ رد الله يخرب بيتك. فريدة مالك يا بت؟ الحقيني يا ست فريدة، الحقيني ازاي جعلك النبي؟ انا بموت. يا نهار ابوكي اسود يا بنت المفضوحة، ايه اللي عملتيه ده؟ الحقيني انا بموت يا ست فريدة. اعمل فيك ايه دلوك؟ مش عايزة اسمع حسك، مش عايزاكي تتكلمي. قومي واد يا متولي، جيب التوك توك تعالى هنا على البيت يا واد. ايه يا عم، ايه يا عم، انا قلت انت رايح في سابع نومه. مالك يا صاحبي، مالك؟ في مصيبة. مصيبة؟ خير كفى الله الشر. البت مفيدة. ايه؟ ضربتها وبتهددك ولا ايه؟ لا لا، امال مالك قلقان منها كده ليه؟ دي بت ولا تسوى. يا عم كبر دماغك، اعمل انك ما تعرفهاش، اعمل انك ما تعرفهاش. ماتت. ماتت؟ يلا، خدت الشر وراحت. أنا بتكلم جد. جد؟ مين دي اللي ماتت؟ أنا قتلتها. قتلتها؟ يا دي المصيبة، قتلتها ليه؟ اللي حصل ما كنتش أقصد، أنا كنت عايز أسقطها بس. وجدتها فين؟ جنب المجام. جنب المجام؟ يعني قتلت القتيل ورميته في الشارع عشان اللي رايح واللي جاي يشوف المصيبة اللي أنت عملتها؟ قوم وريني وديتها فين؟ قوم تعالى تعالى، ما تخافش، الناس علينا. هي فين؟ كانت هنا. طرحتها ايه؟ انت متأكد انها ماتت؟ اه. طب تعالى معايا، تعالى معايا. على فين؟ تعالى، مش لازم حد يشوفك هنا خالص، وبكره الصبح هنعرف ايه اللي حصل. لا انا مش هتحرك من هنا غير لما اعرف جدتها راحت فين. راحت في 60 داهيه، هي واللي جابوها، هي واللي جابوها. مش لازم حد يشوفك هنا، ما نتصلح بيها، هتودي نفسك في داهيه. طب هنروح فين؟ إيه؟ هنروح. لا لا، مش عايز اروح، انا مش على بعضي ومش مطمن. تعالى بات عندي، تعالى بات عندي. لا انا عايز اقعد لحالي، اقعد لحالي. تقعد لحالك؟